يلا اول باراجراف عندنا سنه 5 بيتكلم عن ماي فيفورت فود. يعني ايه ماي فيفورت فود؟ ماي فيفورت عارفه كل الحاجات دي خدناها قبل كده. ماي فيفورت فود معناها طعامي المفضل. طيب انا ازاي اكتب عن الطعام المفضل؟ هديكم جمل هنحفظها وهنغير فيها اسماء الطعام. خلاص كده؟ اول حاجه عايزه اتكلم عن الطعام المفضل هقول طعامي المفضل هو كذا. نقولها ازاي الجمله دي؟ اول حاجه الاول I like pizza. لا هتبقى هتستخدم my favorite. بصوا اول حاجه احنا متفقين الباراجراف هنسيب مسافه صغيره وبعدين نبدا بحرف كابيتال. تعالوا بقى نبدا كده مع بعض. انا هعمل لكم مثال هنا وانتوا تعملوا لي مثال لوحدكم في الكراسه. نركز دلوقتي my favorite ده المثال اللي انتوا هتطبقوا عليه. my favorite food is المكان اللي هنا. كل واحد يجيب لي اي طعام صحي هو بيحبه. طعام صحي ليه؟ انا هقول لكم دلوقتي ليه. كريب يعني مثلا هتختاروا مثال من شيكن فش لا مين مانجو اختار اي واحده من دول. لا محشي اختار اي مش عايزه استظراف شيكن اه اي واحده من دول. لو سمحت في كل واحد هيختار اللي هو عايزه. هنكتب ماي فيفورت فود از واختار اي واحده من دي. تمام؟ طيب اي الجمله الثانيه هقول اي لاف واكتب اسم طعام غير صحي واكتب كلمه تو تقول لي هي ايضا واعمل النقطه. طعام غير صحي شوكليت بيتزا كيكس اختار واحدة يبقى عملت واحدة ماي فيفورت فود از وواحدة طعام صحي وواحدة اي لاف وواحدة طعام غير صحي تو يعني ايضا وكمان ايضا بحب كذا عشان اضيف جملة كمان يبقى اكتب واحدة طعام صحي وواحدة طعام غير صحي. تمام كده؟ الجملة اللي بعديها اقول الحاجة الصحية دي ايه؟ أنا كتبت مثلا تشيكن، هقول مثلا تشيكن از هيلثي على حسب ما أنا كتبت هنا. اللي اختار فش هيكتب فش، اللي اختار ميت هيكتب ميت، اللي اختار مانجو هيكتب مانجو. تشيكن از هيلثي فود. تشيكن از هيلثي فود. طيب ايه اللي أنا اخترته هنا؟ على حسب اللي اخترته برضه. بيتزا از هيلثي فود. وي جرو مانجو ان ذا جاردن. بس بقى احنا عندنا شجرة مانجو اللي عند شجرة ليمون ليمون بين فود اي حاجة اختار اي حاجة منهم. مثلا يربي الدجاج يعني ايه؟ وي ريز تشيكن. وي ريز تشيكن. يبقى دوت النظام اللي انا همشي عليه، كل واحد بقى يختار اللي هو عايزه منه. يعني كل واحده بتكتب بطريقتها. تمام كده؟ يعني مثلا واحده هتقول ماي فيفورت لو سمحت مش عايزه كلام. مثلا اختار فيش. خلاص كده؟ لاف مثلا شوكليت تو. تو يعني اي انا كمان بحب الشوكليت. اجي بقى اقول السمك صحي يبقى فيش از هيلثي فود. السمك ده صحي. طبعا انا الشوكليت مش صحيه هقول الشوكليت is unhealthy. الشوكليت مش صحي. هقول we grow لو سمحت اللي بيتكلموا ينقلوا ويسكتوا. grow lemon lemon in the garden. we raise chickens.
فالمثال هيبقى عندي كده، المثال هيبقى عندي كده. ده الجزء اللي انا هختار منه، كل واحد يكتب لي اللي هو عايزه، ده الاساس اللي هنحفظه. يلا سنة خمسة هنتعلم مع بعض ازاي نكتب باراجراف عن ماي فيفورت فود بكل سهولة. هنحفظ كذا فكرة وبعدين نكتبهم ونغير الطعام ونكتب بأشكال مختلفة. يعني مثلا ماي فيفورت فود، أول جملة هكتبها أقول ماي فيفورت فود إز، وأقول أي اسم طعام صحي. تمام كده، يبقى هحفظ الجملة دهيت وأضيف عليها أي طعام صحي. ماي فيفورت فود مثلا إز تشيكن، ماي فيفورت فود إز ميت، ماي فيفورت فود إز فيش، أي حاجة. تاني جملة هقول I love كذا تو، وبحب طعام ايه تاني ايضا، وخلي الطعام ده غير صحي. يعني نخلي واحد صحي واحد غير صحي، انا بحب ده وبحب ده. تمام، نقطة. وبعدين الجملة التانية اقول الحاجة الصحية اللي انا كتبها اللي هي في الاول هنا، مثلا انا كتبت هنا ميت، هقول ميت is healthy. نيجي بقى للحاجة التانية اللي انا كتبتها غير صحية هنا، هقول مثلا لو انا كتبت مثلا شوكلت، هقول شوكلت isn't healthy. بقى انا كده جملة اتنين تلاتة اربعة. الجملة اللي بعديها اقول we grow، احنا بنزرع، واعمل اي حاجة، احنا بنزرع شجرة ليمون، احنا بنزرع شجرة فول، احنا بنزرع شجرة مانجو in the garden، اي حاجة. we grow lemon in the garden، او we raise chicken in the garden. طب تعالوا نطبقها كده على الباراجراف بقى. my favorite food is chicken، ممكن اغير بقى chicken اعملها meat، اعملها fish، اي حاجة انا بحبها. I love pizza too، وكمان بحب البيتزا. chicken is healthy food، بالتشيكن ده طبعا healthy. pizza isn't healthy food، البيتزا طبعا مش صحية. we grow mango in the garden، بنزرع شجرة مانجو في الايه في الجاردن. we raise chicken in the garden، وكمان بنربي chicken في الايه في الجاردن. دي الطريقة اللي احنا نكتب فيها الباراجراف بكل سهولة، هنحفظ الجزء دوت ونضيف الطعام عليه، سهل جدا ما فيش اي مشكلة. يعني من الحاجات السهلة جدا اللي ما فيش فيها اي مشكلة، ممكن اي حد يعملها. هقول my favorite food is، واقول اسم حاجة صحية. I love كذا too، واسمها طعام غير صحي. اقول ايه الصحي بقى وايه الغير صحي، واقول احنا بنزرع شجرة ايه مثلا في الحديقة، او احنا بنربي ايه في الايه في الحديقة. ممكن اقول احنا بنشتري ايه من الماركت كمان، يعني مثلا انا بحب كذا بس بنشتري من الماركت. مثلا I love kosheri but I love kosheri we buy lentils from the market، نشتري العدس من الاي ماركت، وبنشتري الهوموس او التشيك بيز من the market. لو انا هقول مثلا انا بحب التشيك بيز اللي هو الحمص، او اللي احنا بنشتري من the market. يعني في افكار كتيره احنا، يعني انا عملت لكم على قد الجزء المطلوب، بس في حاجات تانية كتيره ممكن نكتبها. نقول احنا بنشتري كذا، او احنا بنزرعه في ارض في الارض مثلا وي جرو كذا اون ذا فارم، بنزرعها في الفارم في الحديقه في المزرعه بتاعتنا. يعني في افكار كتيره، بس ده الجزء ده جزء سهل بحيث اي حد يقدر يحفظه واي حد يقدر يكتب فيه.